طيب خلوني اروح معاكم لواحده من المشروعات الجديده اللي تم الاعلان عنها خلال الايام الماضيه، وهي نتاج شراكه ما بين شركتين كبيرتين في هذا المجال، شركه سيراميكا كليوباترا للتنميه العقاريه والعمرانيه، وواحده من الشركات الامريكيه الكبيره العامله في هذا المجال كمان. هذه الشراكه وهذا التعاون اثمر عن مشروع تم الاعلان عنه خلال الايام الماضيه، مشروع سكني عمراني استثماري ساحلي سياحي في الساحل الشمالي، عنوانه إزميرالدا. والحقيقة شركة سيراميك كليوباترا دايما بتعتمد على فكرة اختيار الموقع، ثم بعد كده بقى الاختيارات والرفاهية العمرانية اللي بتقدمها للناس. وهذه الشركة الأمريكية كمان لها سي في وسيرة ذاتية كبيرة، فأنا أعتقد أن هذا الاندماج أو هذه الشراكة في هذا المشروع ستؤتي ثمارها، وهيبقى حاجة إزميرالدا بجد. يعني عندنا تقرير هنروح نشوفه وبعده نروح لفاصل. وقعت مجموعة كليوباترا للتنمية العقارية على شراكة استراتيجية دولية بينها وبين شركة جي زي ماك العالمية لاستكمال تطوير وتصميم أكبر مشروع سكني فندقي ترفيهي بسيدي حنيش الساحل الشمالي، وهو مشروع إزميرالدا باي. سعداء ان احنا نعمل معاهم شغل، وان شاء الله شغل عالمي يفسط الشعب المصري كله، ويبقى فرصة كبيرة لعمل المشروع الضخم في سيدي حنيش، ويبقى يعني جزء كبير قوي للسياحة العالمية زائد برضو السياحة الداخلية في مصر. Cleopatra Group already has a great brand and what we want to do is add to that brand as much as possible. مجموعة كليوباترا لديها اسم كبير، وما نريد أن نفعله هو الإضافة لهذا الكيان بقدر المستطاع، ونتطلع لشراكة طويلة المدى مع كليوباترا. من الممكن أن نتشارك في مشاريع أخرى في المستقبل، ونحن متحمسون جدا لهذه التجربة، وبالتحديد لأننا نتعامل مع شخص متمكن وليس مثل شركات أخرى تتعامل فيها مع أشخاص كثيرين. وبالتأكيد الشخص الواحد أفضل وأسرع. متطلعون جدا للعمل سويا ولعمل رؤية متطورة معا. بحر سيدي حنيش في الساحل الشمالي هو بحر في منطقة بكر مش مكتشفة على المستوى الدارج في السوق، فاحنا بنسعى لاكتشافها وتعريفها لجمهور مصر والجمهور الخارجي والاوروبي، وبنخلق ديستنيشن في فنادق وفي سياحه وفي عقارات وفي تنوع هيلبي جميع رغبات واحلام المستهلك من جميع فئات العمريه، والتعاون ما بين شركه ايطاليه وشركه امريكيه هينتج عنه حاجات غير مسبوقه لديستنيشن هتكون ايقونه سياحيه وعقاريه في الساحل الشمالي في سيدي حنيش، أجمل بحر في مصرنا الجميلة. بكل وضوح إحنا بنتكلم على بقعة سحرية من حيث نقاء المية وغيره في المنطقة دي من الساحل الشمالي. فبمنتهى البساطة إحنا عاملين خطة ترويجية لإن إحنا نستقطب الناس الأجانب من برا مصر، خصوصا شاطئ البحر المتوسط. إحنا والمنطقة بتاعت كان والمنطقة بتاعت موناكو إحنا ما نفرقش عنها في الجمال في حاجة، يمكن الشواطئ بتاعتنا أعلى منها بكتير، وهي بتستقبل معظم أوقات السنة في هناك حركة جذب للناس الأجانب. فإحنا بنستهدف نفس نوعية من السياحة في المنطقة بتاعتنا في المشروع بتاع إزميرالدا سيدي حنيش.